يقول فيها السائل: إذا كان يجوز للمسلم أن يتزوج بكتابية، فهل يجوز له أن تظل كما كانت عليه من ارتداء الملابس القصيرة وعدم التستر وقص الشعر وما إلى ذلك من أمور؟ جزاكم الله خيرا، وأخيرا شكرا لفضيلتكم على الإجابة مقدما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الزواج من الكتابيات بالنسبة للمسلمين أمر مباح، وذلك في قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فشرط في الزواج من الكتابية أن تكون محصنة، وهي العفيفة في عرضها، النزيهة في عرضها، وأن تكون ملتزمة أيضا بآداب الحشمة وآداب الستر. فإذا كانت بهذه المثابة أبيح للمسلم أن يتزوج منها. أما إذا لم تكن عفيفة في عرضها فلا يجوز للمسلم أن يتزوج منها، أو كانت متساهلة في الستر وأيضا لم يجوز للمسلم أن يتزوج منها حتى ولو كانت مسلمة. المسلمة إذا كانت تتساهل بالحجاب وبالستر لا يجوز للمسلم أن يتزوج منها، فكيف بغير المسلمة؟